العراق 25 مليون. طيب خلي ارجع 5 ملايين. نعم. صار دع العراق 25 مليون. طيب خلي ارجع 5 ملايين. نعم. صار هسه العراق 25 مليون. طيب خلي ارجع 5 ملايين. نعم. صار يعني مؤمن بي انا هذا، وترجع الأمة تنتصر، وإذا مثل زمن الرسالة حي الله الموت، خلى كل الخمسة وعشرين يروحون في دول يعني فداء لأمة العرب، وينبني هذا العراق وتنبني الأمة. سام حسين وحين أنهى الحديث برغباته عن موت جماعي اتجه وصحبه نحو طبق الحلوى، ويبدو أنها حلوى عربية مستهينا بالحلوى العراقية. أنتوا هناك سووها حلوى، احنا نسويها كبر الوحيد. هذا اللقاء كان قبل شهر واحد من حرب أطاحت بصدام حسين وأبناء عمومته، والتي انتخى فيها المجيد أجهزة حزب البعث على الصمود بوجه العمليات العسكرية. عبيا هلني إليك بالنصاب الهيئ، إذا ما ركبتكم دبابة أو دراتين والله ما يبقى واحد منكم. التضحية بعشرين مليون عراقي من أجل النصر كانت لها جذور في أرض العراق، والمجيد من المؤسسين لها، وجبال كردستان شاهد عليها. جامد ماو بلاو كيل خواو الشيوم نبي عوراني انجارو رمكو ثين جان كنهو هوا عوراني. ربما كان المجيد يؤمن بأن عمليات القتل الجماعي هي أفضل تعبير عن ولائه لابن عمه، ورغم أنه ترك هامشا لحياة العراقيين حين برر موت 20 مليون منهم مبقيا على 5 ملايين، إلا أن المفارقة أنه لم يترك لحرية العراقيين أي هامش للحياة عند التعبير عن ولائه للقائد. فهل كانت رغبة أم أمنية أم هو خوف؟ ولا موجودة حالة في الكرة الأرضية أنه ينتخبون زعيمهم أو رئيسهم أو رمزهم 100%. أخو ما سويناها كذا، سويناها علني وانتم كلكم تتبعون. علي حسن المجيد أو علي كيمياوي كما لقب بعد عمليات حلبجة، والتي تركت طوابير من الراحلين قسرا إلى السماء اختناقا بالغازات السامة. من بقي من هؤلاء حيا لم يتردد المجيد من دعوتهم لانتخاب صدام حسين رئيسا أبديا لهم. جو من هناك ينتخبون صدام حسين يبايعوا بالبيع، غلقوا الطرق غلقوا الكذا، عوائل الليل كله تمشي من جبل إلى جبل إلى أن جو وهم يعرفوهم، وتدري ظلم البيش مرقة مثل ظلمنا وإحنا شباب قبل عم يجي نشتغل. علي حسن المجيد في قفص الاتهام، وامرأة مسنة في جبال كردستان تحاصره بنواح مر، مستذكرة فيه أبناءها الذين حصدتهم ماكنة المجيد الكيميائية. المجيد خلفه نحيب كل الضحايا، وأمامه مطرقة القاضي،
وجد نفسه وحيدا تتساقط كل الأوراق التي راهن عليها لإثبات ولائه لابن عمه الذي شاهد المجيد مصيره. فهل سيلحقه القاضي بما آل إليه مصير ابن عمه؟